خلينا ننسى نحن على الهوا شو سر هيدا الجمال، الاعشاب، حتى كريمات، رح اقول لك شو زين لاتيت، عمليات تجميل، خيار خيار هقولك. لا لا لا، رح اقول لك شيء. نعم. اول شيء نعمه من الله سبحانه وتعالى. اثنين، انا دائما مثلا بهالايام ميك اب حلو، اوتفيت روعه، اللي بدك اياه، اضاءه وكاميرا مثل كاميرا الام تي في، اروع واروع. لكن حضرتك استدعيتني كضيفي وهذا شيء بيشرفني. اذا ما تحدثت وما سمعتني وسمعت مخرج المخارج الالفاظ، طريقه الكلام، قد ايه انا رح اترك اثر بهالعشر دقائق وامشي. هيدا هو انا برايي هيدا الجمال. نعم. اللي بده يطلع من هون ومن هون اكيد، والجمال هو فعلا متوازن بين هون وهون وهون بشكل عام. والكل... لا لا خلينا نكون موضوعيين اكثر. بهالايام اكيد في شيء اسمه فن التجميل، هيدا متطور ما فينا نتخبى. خليني اتشكر دكتور هراج فرد مره. برافو، انت صريحه. نعم، الذكي بالحياه في عمليات، بس الذكي بالحياه انا بقولها دائما للاصدقاء المقربين، انه اللي بيقدر يعمل عمليات يبين انه ما مر عليه العمر، ما يتغير مثل ما بده الحكيم، يضل كانه ما مر عليه العمر، هيدا الذكاء. مثل جوزيف. ورح خبره سر. رح خبره. هيدا الذكاء عن جد. رح خبره سر. كانه وقف العمر محل. السر الكبير انه عمليات كبيره جراحيه بعد. بقى مشان هيك انا تشكرت دكتور هراش، لانه بعدنا على زكا. الرتوش وبعدنا على الالور بعدنا تحت وبعدنا على الصيانه الجميله. ما زلمه انت بتقول